انت شايف الراجل اللي جاي علينا من بعيد؟ ايوه بس انا اول مره اشوفه، شكله لسه جاي هنا جديد. طب تعالى بقى نشوف حكايته ايه وجي عندنا يا ترى ليه. ناس كتيرة فاكرة ان حياتنا مستمرة، ناس كتيرة شايفة انها دايما هتعيش مستقرة، ناس كتيرة عايشة حياتها ونسيت ربها، وناس لسه متمسكة بيه، وناس تانية عايشة في شرها. وعشان كده هحكي لكم قصة غريبة وبالرموز مملية، قصة هتلاقوا فيها باختصار تاريخ البشرية، قصة ركزوا فيها كويس عشان فيها رسالة لكل واحد فينا، فيها رسالة لكل إنسان، قصة عايزكم تعيشوا معايا جواها، ولو ركزت فيها عمرك في حياتك ما هتنساها. قصة هتجاوب لنا على سؤال بيدور في ذهننا كلنا، وهو يا ترى هل أنا مستعد إني أقابل ربنا؟ سؤال مهم، بس إجابته فين؟ الإجابة في إيدينا، بس إحنا اللي مش عارفين. إحنا مش فاهمين، ما توضح لنا كلامك شوية. من كلامك بقينا خايفين. أنت بتقصد مجيء الرب ليدين البشرية؟ إحنا ما نعرفكش، أنت جيت لنا من فين؟ مش مهم أنا منين، المهم بتكلم على مين. كلامي دلوقتي مش واضح ومش مفهوم ليكم، بس كل حاجة هتبان ودلوقتي هوريكم كل حاجة هتبان في القصة اللي هحكيها، القصة اللي هشرح لكم في الآخر كل الرموز اللي فيها، وكلمة أخيرة لكل واحد موجود قدامي. بعد القصة اللي هحكيها هتعرفوا كان قصدي إيه من كلامي. ودلوقتي تعالوا معايا واسمعوا القصة اللي هحكيها لكم، ركزوا في رموزها كويس وفتحوا لي ودانكم. قصتنا تبتدي من زمان في مدينة صغيرة ومش كبيرة، والناس اللي في المدينة كانت عايشة ما كانتش كتيرة، مدينة ما كانش ليها ملك ياخد باله منها ويراعيها، ولا حتى كان ليها سور عالي من خطر يحميها. بس بالرغم من كده شعبها كان عايش في سلام، وكل واحد بحياته كان راضي ومبسوط وسعيد. كل إنسان في المدينة كان فيها فرحان حتى لو كان فقير أو بسيط. مدينة كان فيها كل الأشكال والألوان، مدينة كانت بشعبها أجمل وأحلى البلدان، الغني فيها بيحب الغلبان، والمبسوط بيعزي الزعلان، الكويس بيساعد المريض، وعشان كده الخير في المدينة كان يوم عن يوم بيزيد. كل يوم الصبح بدري كل واحد على شغله بيقوم وبيجري وبيشتغل، وهما كلهم حماس عشان يبنوها ويعمروها. وزي ما المدينة بتديهم من أمان وسلام، هما كمان لازم يدوها. مدينة في جمالها ما كانش فيه قدها، مدينة ما كانش على الأرض فيه زيها، وفعلا زي ما بيتقال عنها إنها مدينة في شعبها كانت عظيمة. وبعد لما كل واحد بيخلص شغله على بيوتهم كلهم بيروحوا عشان من تعب الشغل طول النهار يستريحوا. وعلى الحال ده بقالهم 20 سنة عايشين في أمان وسلام وسعادة وهنا. لحد لما حصلت حاجة هتغير قصتنا، لحد لما حصلت حاجة هتغير كل حكايتنا. حصلت حاجة ما كانتش على البال،
حصلت حاجة ولا كانت في الخيال. اتجمع مجموعة من قطاع الطرق والمجرمين وقالوا ان احسن وقت يهجموا فيها على المدينة يكونوا شعبها بالليل نايمين. وابتدى واحد ورا تاني يتسحب على رجليه. وتعالوا نشوف مع بعض هيحصل في المدينة دلوقتي ايه. كسبنا كالعادة، وزي ما بنعمل بكل حتة بنهجم عليها كل مرة هنحرق المدينة وشعبها كله هنطلعه بره. ايوه بقى، وهنقتل اولادهم قدام عينيهم. بعد كده كل اللي في المدينة هنقضي عليهم، عايزين المواطن كلهم. وبعدها هنقسم غنيمة علينا، ده احنا مفيش حد يبقى في قوتنا زينا. بس ولا حاجة حصلت من اللي قالها. عارفين ليه؟ دلوقتي هنشوف. عشان جاله واحد من رجالته وقال لهم وهو ميت من الخوف: الحق الحق يا زعيم، الملك اللي في المدينة اللي جنبنا بعت جيش عظيم، وشكلهم كلهم جايين على هنا، وانا خايف اننا ننهزم وبسيوفهم نموت كلنا. نموت؟ مفيش حاجة اسمها نموت. جمع لي بسرعة كل الجنود. وبنفسه راح عشان يتأكد، ومن على مكان عالي شاف جيش عظيم خارج من القصر، فمن جواه ابتدى يقلق ويخاف، ورجع بسرعة رجالته عشان بيهم هيحارب جيش الملك اللي كان فاكر انه بسهولة هيقضي عليهم. وتعالوا نشوف باقي قصتنا وايه اللي هيحصل تاني في حكايتنا. الملك بيأمرنا كلنا إننا ننزل ونخلص شعب المدينة اللي جنبنا. بيأمرنا إننا ننقذهم من الأشرار حتى ولو ضحينا بنفسنا. لازم ننقذ شعب المدينة كله لحد آخر نقطة في دمنا. والملك وعدنا إنه مش هيسيبنا وهيكون وإحنا بنحارب جنبنا. وزي ما أنتم شايفين إن عددهم قليل ومش جامدين زينا. احنا جيش عمره ما بيخاف وعمره ما كان ابدا مهزوم. يا جيش الملك العظيم ارفعوا سيوفكم وعلى اعداء الملك هجوم. وحصلت حرب عظيمة بين جيش الملك والأشرار، حرب قوية بين المجرمين وجيش الملك الجبار. وكان جنود الملك كلهم حماس بيحاربوا بكل قوة عشان يخلصوا المدينة من أشر الناس. بيحاربوا من غير خوف، بيحاربوا بكل قوتهم بالدروع وبالسيوف. واستمرت الحرب لوقت طويل. وتعالوا نشوف باقي قصتنا بالتفصيل.
رؤوسكم وقدموا السجود للملك العظيم اللي بعتنا علشان ننقذكم من الموت، وبنفسه نزل ليكم ملك كل المدن اللي حواليكم. وخرج الملك من قصره عشان يقابل شعب المدينة ويقول لهم انهم هيعيشوا باقي حياتهم في سعادة وعمرها ما هتكون تاني حزينة. ما كانش ينفع منقذكمش، والحرية انفسكم كانت محتاجة. ما كانش ينفع اكون قاعد في قصري ساكت وما عملش ليكم اي حاجة. اعرفوا من النهاردة اني على طول هكون معاكم، هاخد بالي منكم وهحميكم وهرعاكم، وهسيب معاكم وزير الامين، هو اللي هيرعاكم وهينفذ لكم كل طلباتكم زي بالظبط ما انتم عايزين. اهم حاجة خليكوا فاكريني وما تنسونيش، عشان في سلام على طول بعد كده معايا كل واحد فيكم هيعيش. وساب الملك العظيم المدينة ورجع لقصره، ورجع معاه جيشه الكبير اللي كان فرحان بنصره، وشعب المدينة كانوا فرحانين عشان شافوا الملك العظيم اللي كانوا بيسمعوا عنه من زمان، وسمعوا كلامه ليهم اللي كان مليان بالحب والسلام. فرحوا فعلا لما شافوه وسمعوا منه كل الكلام، ورجعوا يعيشوا حياتهم من تاني ويبنوا مدينتهم من اول وجديد، وكانوا دايما فاكرين الملك اللي انقذهم من الموت الاكيد. ورجعت المدينه زي زمان، الحب بقى فيها والتعاون رجع ليها، وعاشوا تاني في امان. وبتمر السنين والملك من قصره ما بيجيش، وبقى شكل القصر زي ما يكون مهجور، واي حد حوالين القصر ما تلاقيش. بس فضل الشعب المدينة فاكر الملك برغم انهم مش بيشوفوه، فضلوا فاكرين كلامه ليهم، ومن جواهم كانوا بيقولوا انهم مش ممكن في يوم هينسوه. أما الوزير فكان كل يوم بالليل بيقعد مع نفسه وشكله بيكون متغير زي ما يكون عليه حمل تقيل، والحال ده بقاله 3 أيام ولا بياكل ولا بينام، ما كانش بيعمل أي حاجة غير إنه كان بيفكر. وفي يوم هو مع نفسه قال وقرر، يعني الملك بقاله كتير من قصره ما بيجيش، ولا واحد باين من جنود اللي عنده في الجيش، هو بس سابني على المدينة دي كلها لوحدي وراح هو على القصر يريح، وانا بقى اللي اديه راحتي، مع اني انفع ان اكون ملك عنه. ده انا وكنت ملك مش وزير كنت بقيت اكيد احسن منه. انا مش عارف الشعب اصلا بيحبه على ايه، ما يحبونيش انا ويكرهوه هو ليه. انا لازم اخلي شعب المدينة كله ينساه، انا لازم اخلي شعب المدينة يبقى معايا وما يمشوش تاني وراه. بس اعمل ايه؟ ايوه انا لازم اغريهم بالكنوز، لازم اوريهم هتبقى عامله ازاي بيوتهم لما تتنقل بالفلوس، لازم اضحك عليهم، لازم معايا اخليهم ينسوا الملك بتاعهم اللي فاكرينه ان هو اللي خلصهم من الموت، لازم اخليهم ليا انا اللي قدموا لي السجود. وقعد الوزير يرتب هيقول ايه لشعب المدينة وازاي هيخليهم معاه،
ازاي هيضحك عليهم عشان يسيبوا الملك ويبقوا وياه؟ ولما حس انه بقى جاهز وضامن انه على الملك هيكون الفايز، طلع على اعلى مكان وكان الحماس جواه مليان، رفع ايده لفوق وكان بعلو صوته لكل الشعب بيقول: يا اهل المدينة العظيمة، تعالوا دلوقتي عندي على طول علشان عندي ليكم كلام كتير. كل واحد فيكم بيجي وبيسألني: هو الملك هيجي امتى يا وزير؟ الملك ده عمركم ما هتشوفوه علشان عمره تاني ما هيجي ليكم. هو بس نزل وانتصر على المجرمين اللي كانوا وسطيكم علشان بس يوريكم انه قوي ومن اي خطر هو بس اللي هيحميكم. بس دلوقتي هو فين؟ انا اللي على طول معاكم، انا اللي باخد بالي منكم وبرعاكم، انا اللي شايفكم وحاسس بيكم، عارف كل واحد فيكم عايز ايه، والكل اللي بتحتاجوه في ايديكم هديكم الفلوس اللي نفسكم فيها، هديكم المراكز والمناصب اللي بتحلموا بيها، هديكم الذهب والمجوهرات، هخليكم تلبسوا اجمل واغلى الحاجات. بس كل ده على شرط، وهو اياه تفتكروا الملك اللي سابكوا في قصره عايش جوه هناك. هديكم كل حاجة فيها نفسكم، بس اهم حاجة تفتكروا ايه من شوية انا قلت لكم، اهم حاجة لازم تكونوا معايا، والكل حاجة اقولها لازم تنفذوها وتعملوها وراي. انا خلصت ليكم كل كلامي، والقرار بقى في ايدين كل واحد في المدينة واقف قدامي. اعرفوا بس ان عمري ما هضركم، ده انتوا شعبي وانا بس اللي بحبكم. يلا فكروا وانا في انتظاركم، وفي الاول والاخر القرار قرارتي. الوزير عنده حق في كل كلام، والملك لو كان فعلا سمعه هو بيتكلم عليه كان نزل وقف هنا قدامه. الملك قال لنا اننا ما ننساهوش، طب ازاي واحنا اصلا ما بنشوفوش؟ احنا ما شفناش الملك بقالنا سنين، ملكنا هو الوزير والملك التاني ولا كأننا ليه عارفين. الوزير فعلا عنده حق، واحنا لازم نكون معاه وما نقولوش لا. ايوة، بس الملك يا جماعة قال لنا اننا نفتكره دايما كلنا، ازاي دلوقتي بعد كلام الوزير في لحظة هتسيبوه؟ انتوا مش فاكرين ان الملك خلصنا من موت، ولا اللي كل اللي عملوا معانا هنسيتوه؟ اللي قدامنا على طول الوزير، ومفيش ملك غيره تاني. وبعدين هو الملك لما جانا ممكن اعرف في ايديا ايه الداني؟ الوزير بقى قدم لنا فلوس ولبس ومراكز كبيرة، هدايا وذهب وحاجات تانية كتيرة. وفضل شعب المدينة بيتكلموا مع بعضيهم، وللأسف نسبة كبيرة من الشعب كلام الوزير أثر فيهم. اتخدع شعب المدينة باللي قاله الوزير، وكان عددهم للأسف كتير. يلا يا جماعة، يلا أنا مستنيكم، فكروا براحتكم وعلى مهليكم، بس اعرفوا طالما أنكم معايا يبقى عمركم ما هتندموا. يلا بقى مستنيكم أنكم تتكلموا. أيوة، احنا اخترناك تكون ملكنا، احنا كلنا جايين معاك علشان تغنينا وتبسطنا. كلنا معاك يا ملكنا الجديد. معايا كل واحد فيكم هيبقى غني، وفي الغنى يا ما لسه هيزيد. كلنا معاك وهنفضل. انا عمري ما هعمل زي الملك اللي فيكم، دايما افضل معاكم وهكون واقف جنبيكم. احنا كلنا جايين معاك. اهلا بيكم يا شعب العظيم، اهلا بيكم يا شعب الحقيقي. كلنا معاك وهنفضل وياك يا ملكنا الجديد. انتوا بقى فاكرين انكم مش هتقولي زيهم؟ انا هعرف ازاي اجيبكم عندي ومع شعب المدينة تبقوا في وسطهم. عاملين لي بس انكم بتحبوا الملك ومش هتسيبوه. صدقوني عمركم في حياتكم ما هتشوفوه، هو اصلا نسيكم ومش هيجيلكوا تاني، ولازم انتوا كمان تنسوه. تعالوا معايا زي باقي الشعب. الموضوع صدقوني بسيط ومش صعب.
اسمعوا بس الكلامي وخليكوا معايا. انت فاكر انك هتقدر تضحك علينا بكلامك؟ احنا مش ممكن هنسمع ليك ونكون شعبك اللي ينفذ لك احلامك. كل حاجة انت قلتها احنا ليها مش عايزين، لا ذهب ولا لبس منك محتاجين، ده احنا بكلام الملك مليانين. احنا لينا ملك جنة وقال لنا انه شايفنا من قصره وفي يوم هيجي وهياخدنا كلنا. احنا لينا ملك واحد مش ملكين، وهو قال هيجي لنا بس امتى احنا مش عارفين. ما تحاولش معاه، احنا عمرنا ما هنيجي معاك، وعمرنا ما زي ما انت عايز هنكون وياك. احنا لينا ملك واحد، والناس اللي انت عايزها سمعت خلاص لكلامك ومعاك راح. صدقوني هتجولي من نفسكم وهتتوسلوا ليا علشان اخدكم كلكم، وساعتها بس هقول لكم بره قصري، بره قصري اللي رفضتوا المجد والغنى بنفسكم، ودلوقتي انا عايز شعبي العظيم يتجمع قدامي هنا علشان هنبتدي حياتنا في المدينة من اول وجديد كلنا. ايه يا عم انت ناسي انهم خانوك؟ لازم تجيب حقك بنفسك، خد السكينة في ايدك اهي وروح وريهم زي ما وروه. تشرب علشان تنسى هموم، اشرب ويسك ده انت بالشرب هتستريح في نوم. ما تسمع، هو السرقة حرام؟ روح واسرقهم من غير ما حد يشوفك اوام. ما تسمع، هو وبكده شعب المدينة بقى تحت أمري كلهم، بينفذوا كل كلامي من غير حتى ما يفكروا بمخهم. مفيش حد ما قتلش، مفيش حد الخطيئة ما عملش، كله سرق، كله زنى، كله كذب، كله خان قريبه، كله غدر بصاحبه، وكله من أهله هرب، وآخر حاجة بيعملوها إنه بيقدموا ليا السجود ورسم ليا بيوطوه علشان أنا الملك ولازم الكل يسجد عندي. ده أنا الملك اللي مفيش حد في الدنيا قد. هو ده بقى حال أجمل مدينة على الأرض كانت موجودة؟ الناس بقت بتعمل الشر والخطية وهي مبسوطة. فين أيام زمان؟ أيام ما كانت مدينتنا أجمل البلدان. فينك أيها الملك العظيم تيجي وتشوف شعبك اللي بعد عنك، تيجي تشوف الناس اللي سابتك بدل ما تقرب منها، تيجي تشوف الناس اللي نسيوا إنك من الموت أنقذتهم. تعالى زي ما عودتنا وانقذنا من الشر اللي حوالينا وخدنا من وسطهم. تعالى بسرعة أيها الملك العظيم، ده احنا معاك عايزين نعيش. احنا هنفضل نستناك بس اوعى في الاخر ما تجيش. الشر حوالينا بيزيد، عايزينك بسرعة تنجدنا منه، عايزينك تاخدنا في قصرك والوزير تبعدنا عنه. وحصلت زلزالة عظيمة في كل المدينة ومحدش كان عارف بيحصل كده ليه، الكل كان خايف ومرعوب مش عارف يعمل ايه. بس شعب المدينة اللي معملش الخطية ورفض كلام الوزير ما كانش خايف، وكانوا بيبصوا وهم فرحانين على قصر الملك الكبير، وباقي الشعب على بيوتهم من الخوف كانوا بيجروا عشان من اللي بيحصل بسرعة يستخبوا. وتعالوا نشوف باقي قصتنا وايه اللي هيحصل لسه في حكايتنا. ايه ده؟ مش ممكن.
انتوا شايفين اللي انا شايفه؟ ايه النور ده؟ ده نور جامد قوي خارج من القصر. تفتكر الملك سمع لنا؟ تفتكر هيحقق وعده وهيطلع لنا؟ افتحوا أبواب القصر كلها علشان جت اللحظة اللي بيستناها كل إنسان. جت اللحظة اللي هيخرج فيها الملك من قصره والمدينة هينزل ليها. كل الجنود تقف في مكانها واضربوا بالأبواب علشان كل الشعوب تسمع بودانها. ده الكل بعنيه دلوقتي هيشوف الملك وهو خارج من قصره كل مجده مليان بالقوة، خارج علشان يقابل شعبه العظيم وياخدهم معاه، وعلى قصره هيعيشوا على طول وياه. وخرج الملك من قصره وعلى المدينة مع جيش وراح، وكانوا كلهم فرحانين. بس للأسف بشافش غير مجموعة قليلة من الشعب، وهم اللي كانوا ليه مستنيين. سلام لكم، انتوا وحشتوني فعلا كلكم. انا عارف انكم على شعب المدينة زعلانين عشان جيت لهم في وقت ليه ما كانوش عارفين. انا اتأخرت عشان كنت في قصري بجهز لكم في مكان، مكانش ينفع تعرفوا انا جاي امتى عشان اللي في قلبكم من ناحيتي يبان. شعب المدينة هم اللي من نفسهم سابوني وجري ورا كلام الوزير ونسيوني، مع انكم في وسط الشر كنتوا عايشين، بس كلامي ليكم كنتوا فاكرين. فاكرين لما قلت اني هاجي تاني وهاخد اللي فاكرني وهسيب اللي هينساني. فاكرين لما قلت للشر ما تعملوش. فاكرين لما نزلت وخلصتكم من الموت وقلت لكم للي عملته معاكم ما تنسوش. وعشان انتوا بس اللي سمعتوا كلامي هلبسكم تجان النصرة وهتمشوا في موقف عظيم قدامي. انتوا طلبتوني من جوه قلبكم فسمعت ليكم وعلى طول جيت لكم، وهتعيشوا معايا في قصري وهكون دايما في وسطكم. هبعد عنكم الشر ومن الخطر، هحميكم كلكم. كان نفسي شعب المدينة كله يعمل زيكم، بس هما اللي اختاروا طريقهم بايديهم وانتوا اللي اخترتوا طريقكم بنفسكم. ودلوقتي جت اللحظة اللي فيها هقول لكم تعالوا الي يا مباركي ابي رسول ملك المعد لكم. مش ممكن، ايه اللي انا شايفه ده؟ ده الملك جه وخرج، من قصر. مش ممكن ازاي يا سكان المدينة، اصحوا من النوم، ده الملك خرج من قصر. احلام وسط احلام، خرجوا من بيوتكم وسيبوا شركوا وطلعوا. شو ده الملك اللي جه من غير ما يقول لكم؟ الملك قال للناس اللي زينا من النهارده هتعيشوا في هنا، وباقي شعب المدينة حياتهم الجاية هتلاقيها حزينة. يلا بسرعه القصر كلنا علشان نطلب منه انه ما يسيبناش تاني، بره القصر لوحدنا. تعالوا معايا على القصر وليه من تاني نطلب منه انه يطلع لنا حتى لثواني. سامحنا يا ملك، اطلع لنا من القصر ونجدنا، علينا من قصرك ونجدنا، افتح لنا مطرش. دخلنا قصرك زي الباقي، ده ملك لينا زيك مش هنلاقي. يا جماعة ما تخافوش، انا طالما معاكم ما تقلقوش. الملك جه خلاص واخد احسن ناس ومش هيسمع ليكم. انسوا بقى الملك ده، انتوا دلوقتي بقيتوا عبيدي وانا اللي بقى الملك عليكم. سيبنا بقى، ابعد عننا، ده احنا بسببك ضاعت حياتنا كلنا. سامحنا يا ملك، اطلع لنا بعضنا من قصر. افتح لنا دخلنا في قصر زي الباقي. ده ملك جاي زيك مش هنلاقي. سامحنا يا ملك، اطلع لنا من قصر. سامحنا يا ملك.
يا جماعة ما تخافوش، هو طلعوا معاكم ما القصة اللي كنت عايز احكيها خلصت، واتمنى تكونوا ركزتوا في كل كلمة انا قلتها، عشان دلوقتي كل الرموز اللي كانت في قصتنا ليكم هقولها كلها. هوريكم ازاي القصة اللي انتوا سمعتوها معايا دلوقتي تبقى قصة كل واحد فينا، قصتي انا وانت وانتي، الشعب اللي كان عايش في المدينة برموزه لكل واحد فينا. كلنا بنفتكر اننا عايشين في سلام وامان وبنعتمد على نفسنا ومش كده وبس، فأوقات كتيرة بننسى ربنا كمان. زي ما شعب المدينة ما كانش ليه ملك أو سور يحميه، إحنا زيهم بننشغل وبنعيش بمزاجنا وبنعمل كل اللي نفسنا فيه. والمجرمين اللي هجموا على المدينة وبقت من هجومهم متغيرة برمزوا للأفكار الشريرة الصغيرة واللي بنقع فيها على طول، عشان جوانا مش مليان، بنقع وبننهزم في الخطية الصغيرة كل واحد بيكون فيها غرقان. والملك بيرمز لرب المجد يسوع اللي على طول بيبعت جنوده عشان تنقذنا من وقوعه، وبيفكرنا بوعوده لينا، بيفكرنا بموته عنا عشان يفدينا، وبيوعدنا انه هيكون معانا وبيطلب اننا ما ننساهوش. بس للأسف كالعادة بنسمع للشيطان اللي بيقول لنا للملك ما تسمعوش. والشيطان زي ما كلنا شفناه في قصتنا كان الوزير اللي قدر بمغرياته انه يضحك على ناس كتير، بس اولاد ربنا بجد هما اللي فضلوا على امانهم وعمرهم ما هيسمعوا لاي حد. وللاسف باقي شعب المدينه وقعوا في خطاياهم ونسيوا الملك اللي من الموت نجاه. الفكره اللي عايزين نوصلها من قصتنا لكل انسان، لحد امتى هنفضل نسمع للشيطان؟ لحد امتى هنخليه يفضل يضحك علينا؟ مش عايزين نبقى زي اللي ضحك عليهم قبلينا. يا جماعة ربنا قرب يجينا ولازم ليه نكون مستعدين. بس لما هيجي يا ترى ساعتها هنكون زي مين؟ هنكون زي الشعب اللي استناه ولما نشوفه هنكون فرحانين، ولا زي باقي شعب المدينة اللي في خطيتهم كانوا لسه عايشين؟ مش ممكن، ربنا واقف وفتح لنا ايديه. سامحني يا رب، سامحني على كل حاجة عملتها وعلى كل اللي اتفرجت عليه. انا جايلك بس ارجوك اقبلني في ملكوت، بقالي كتير بعيد عنك، خليني يا رب اسمع صوتك. انت مش هتسيبنا وهتشوف معانا كل حاجة، مش زي ما انت عايز، لا زي ما احنا يعجبنا. ربنا عمره ما هيجي، خلينا نتمتع بقى بعمرنا. ابعدوا عني، انا هروح واترمي في حضن ربنا. امسك بقى السيجارة دي وجربها، ده انت على طول كل حاجة كنت معانا بتشربها. اصل النهاردة انا شايف ربنا قدامي، وافتكرت زمان انه قال لي اوعوا يا اولادي تنسوا كلامي. انا لازم امشي، وكفاية شر وكفاية خطية، انا عايز اعيش مع ربي يسوع في اجمل مكان، عايز اعيش معاه في الابدية. احنا جايين لك يا رب، احنا جايين لك يا رب على خطايانا، سامحنا كلنا، سامحنا كلنا، احنا جايين لك، احنا جايين لك، وسيبنا كل شر، وسيبنا كل شر، وعايزينك تسامحنا، لو كنت بتحب، لو كنت بتحبنا. وبعد لما بيحضننا ومن على الارض بيرفعنا بايديه، بنقول له واحنا فرحانين وبصين في عينيه، يا رب احنا مش عايزينك تكون زعلان مننا، يا رب مش عايزينك تكون زعلان علشان بعدنا عن تعليمك ونسينا نفسنا. احنا العالم كان واخدنا، كان واخدنا منك، عايزين نعيش معاك ومش عايزين تاني نبعد عنك. انا مش ممكن ازعل منكم، ده انا سبت السما
سبت السماء بكل ما فيها وجيت على الأرض عشانكم. سبت عرشي وسبت مجدي علشان من خطية أفديكم. ده أنا اتهنت وعندكم اتصلبت. شفتوا حبي قد إيه يبقى ليكم. العالم كان كله شهوات، والشيطان ملى الأرض بالخطية، وكنت خايف لحسن لما تشوفوني تخافوا ومرجوش ليا. بس فرحت لما جيتولي وسبتوا كل حاجة وراكم مرمية. سبتوا كل شر، كل شهوة، كل فكر، واخترتوا الأبدية. يبقى ازاي ازعل من أولادي؟ بالعكس، ده أنا بيكم فرحان. أنا وعدتكم إني جاي وجيت أهو تاني، وخلاص تنتهي الأحزان. طب يا رب في السماء هنكون جنبك، عايزين نكون في مكان نبقى قريبين منك. في الأول هلبسكم لبس الأبرار. انتوا مش أي حد، ده انتوا شعب المختار. هلبسكم أجمل لبس، ده انتوا أولادي المنتصرين. أجمل لبس الأولادي اللي كانوا بيا مؤمنين. وزي ما كنت على طول شايفكم وفي كف ناقشكم وحطتكم في قلبي، انتوا مش هتقفوا في أي مكان. انتوا هتكونوا جنبي، جنب عرش ملك الملوك ورب الأرباب. من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي ولن يرى مرة أخرى الأتعاب. ولحد كده خلصت قصتنا، بس ما خلصتش لسه حكايتنا اللي احنا كلنا دلوقتي عايشينها، ناسيين فيها ربنا وبنعيشها زي ما عايزينها. بننسى اننا في يوم من الايام هنسيب الدنيا بكل ما فيها، زي ما كل اجدادنا القديسين اللي للسما كلهم طلعوا ليها. لو كنت لسه بعيد قرب ليه، ده مفيش احلى منه. اوعى تخلي الشيطان يضحك عليك ويخدعك ويبعدك عني. وخلي بالكم، العمر بيعدي وبيجري واحنا مش حاسين، وفي يوم ما نعرفش امتى هيجي الملك الديان وهياخد معاه بس المؤمنين. نتمنى نكون كلنا شعبه اللي في السماء هيعيش معاه في الأبدية. أتمنى اننا نكون كلنا مع بعض ونسبح رب المجد في أورشليم السمائية. وشكرا خاص للجنود المجهولين بتوعنا اللي قاموا
شغل عالي قوي في الديكور والملابس الاستاذ فايق جرجس، ده مريم جميل، استاذ هادي داوود، ده فاتن زكي، استاذ هيرفر بطرس. حابب نشكر اندرو ومونيكا وساندرا ومارينا وبيتر باهر. نشكر الاساتذه العظام اللي عملوا شغل عالي قوي في الاضاءه، مينا مجدي ومشيل الفي. اعتقد بقى بعد ما شكرنا الناس دي كلهم محتاجين نشكر شكر عظيم جدا وخاص جدا للمخرج بتاعنا العظيم المهندس العظيم مينا غطاس. شكرا بجد، ربنا معاكم ويا رب يبارك في كل عمل دايما بنعمله.